قدم مركز الرمال الرياضي لوحات فنية رياضية ورقصات بمشاركة 200 شاب وطفل بالتعاون مع مديرية الثقافة بمناسبة عيد الجيش، وذلك على خشبة مسرح المركز الثقافي في اللاذقية. العرض اليوم عم يقدمه مركز رمال المسرح الراقص بمشاركة واسعة من أطفالنا ومن شبابنا ويافعينا، طبعا بالتعاون مع مديرية الثقافة باللاذقية. هذا العرض اليوم فيه مشاركات كتير كبيرة لأطفالنا، ورح نشوف عروض مميزة جدا وعروض متنوعة. طبعا هو الحفل والعرض كله يقام بمناسبة عيد الجيش، حمى الله جيشنا الباسل وقائدنا. العمل هو بيحكي عن مجموعة رقصات، مجموعة لوحات رياضية وفنية واستعراضية، نتاج الموجود بنادي رمال الرياضي، يعني من مبدأ أنه الرياضة هي صحة للبدن، هي صحة للنفس، هي صحة للجسد، فيها مقومات كبيرة لأنه الواحد يوصل للهدف اللي بده إياه. منشجع على ممارسة الرياضة بكل أنواعها ولكل الفئات العمرية اللي موجودة. مركز رمال الرياضي أقام هذا المهرجان، خليني أقول لك، لأنه كان مهرجان بمناسبة يعني الذكرى السنوية لتأسيس المركز، وصادفت كمان بالتزامن مع عيد الجيش العربي السوري، فكانت ذكرى كتير غالية علينا. اليوم نحن بهذا الحفل أكدنا على أنه اليوم كل حدا من موقعه بيقدم وبيثبت وفاءه وولاءه لهي الأرض من موقعه. عاملين لوحات فنية متنوعة، هي هندية، لاتينية، هيب هوب وبوب، بشكل رقص بأنواعه. يعني كان اليوم عندي لوحتين، لوحة أطفال ولوحة كبار. كان حلمي أنا أنه أقدم شيء رقص شرقي على المسرح بطريقة راقية هيك. رح نشارك بكذا لوحات، زومبا، هندي، لاتيني، جمباز، بالي. نحن من فرقة رمال، كمان عنا لوحات بالعرض. كان أول عرض إلي وكنت كتير متوترة، ومع شهرين تدريب قدرت أني أجي لهون وحقق الحلم اللي كان بدي إياه وطلعت على المسرح هون. جاي من الشام، جاي لشارك بهذا الحفل لحط بصمتنا. أنا مولوي، جاي أعطي فقرة عن المولوية الصوفية. اللوحات الفنية تضمنت جمباز وبالي وزومبا، بالإضافة لفقرات الرقص الشرقية هدفها التشجيع على الرياضة واللياقة البدنية.